مرحبا. اليوم خلصت القطعة اللي بدي احطها بصندوق السيارة، تمام؟ بلشت فيها اول شيء غرزة سلسلة، بعدين غرزة الجرانيت، بعدين التزايد. طبعا عملته بطريقة مستطيل، التزايد كان على الاطراف، بس وصلت لحد معين صرت اخذ بالطول، تمام؟ وقفت التزايد وصرت اخذ بالطول، اطلع بالطول لحد ما وصلت للنهاية لهون. بعدين نزلت عملت تحويرة لأنه بالصندوق من هون في تحوير، وكملته بهاي الطريقة. أوكي، آخر شيء أخذته بزينة حلوة بهاي الطريقة، 7 عواميد بنترك سلسلة وبنعمل غرزة يا الله نسيت اسمه، غرزة منزلقة باللي بعدها. بعدين بناخد الغرزة اللي بعدها 7 عواميد بنترك سلسلة غرزة منزلقة، تمام؟ لهعلمكن عمل دروس على طرق كيف نزخرف الأشياء وأطراف الشراشف أو القطع، وبس حطه بالسيارة لحفرجيكم وين مكانه بالسيارة وكيف رح يكون وكيف رح يعطي منظر كتير حلو، تمام؟ حبيت أعطيكم فكرة بس لتشوفوا كيف الواحد ممكن يختار يسوي على طريقته. طبعا الاشياء الزايده هاي الختانات كلها بنظبطها وبنحشيها، ببين من ورا كانه من قدام ما في اي تزايد ولا خيطان مبين، تمام؟ ويعطيكم العافيه على المشاهده، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب والشير، والله معكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.